وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بأكاديمية الشرطة، وذلك في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة 70. وأدى حرس الشرف التحية العسكرية للرئيس السيسي، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني. كان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة وزير الداخلية محمود توفيق.